هسه نجي ناخذ الستدي ستيت ايرور للستيب انبوت. ستدي ستيت ايرور للستيب انبوت. الستيب انبوت هي شنو؟ فت كونستانت. قلنا هاي الار اوف تي يساوي لنا فت كونستانت اللي هي الار. ولو ناخذ لها لابلاش يساوي لي يساوي ار على اس. ار على اس. قلنا قانون الستدي ستيت ايرور شنو؟ اللي اي صفر اس اس يساوي لنا الليمت مضروبه في اس مضروب في هاي الداله اللي هي شنو؟ الانبوت على 1 زائد جي. هنا الاس ويا الاس ايش بيها راح تروح وراح يصفى عندي شنو؟ الار على 1 زائد جي. طبعا الليمت هاي راح تنزل هنا للجي. هالليمت مالت هاي الداله بالامكان تقول عليها الليمت هنا للجي. هنا الجي بها هي فانكشن اوف اس. طبعا شكو اس يساوي لي صفر وراح تبقى عندي شنو؟ الارقام. وبذلك شنو؟ هنا كلها راح عندي يبقى عندي رقم ما راح يصفر. فلذلك اكو ستدي ستيت ايرور للستيب انبوت بهاي الحاله. طبعا هذا الجي يسوي له كي بي ولذلك ستدي ستيت ايرور يسوي له ار على 1 زائد كي بي. واضح؟ خلنا ناخذ ستدي ستيت ايرور للرامب انبوت. لو كان عندي رامب انبوت اللي هي الار يساوي له ار في تي. شوفها مضروبه في تي اللي هي تزداد مع الزمن. الريسبونس شلون راح يصير؟ نجي هنا الستدي ستيت ايرور القانون مالته يساوي ليمت الاس للدال الانبوت على هاي 1 زائد ان جي. زين عندي شنو هنا الرامب اللي هي شنو تي ار تي شنو لابلاس عندنا ار على اس سكوير. هاي الاس راح تروح ويا الاس وتبقى عندي شنو اس. ولذلك راح يصير عندي ار على شنو على اس زائدا شنو اس جي. طبعا هنا أنا شنو الاس هاي شبيها الصفر باعتبار ماخذين ليمت هاي الاس اللي راح تصفر تبقى عندي اس مضروبه في جي. ولذلك هاي راح يصير عندي ار على ليمت الاس اوف جي. وبذلك ستدي ستيت ايرور شو يساوي لقانون مالته ار على ليمت الاس اوف جي. هاي طبعا هاي يساوي لها كي في. هنا هم مثل كونفنشن هنا لان اكو اس باعتبار هي مثل المشتقه يساوي لها في جاي من الفيلو يساوي لها ثابت السرعه يساوي لها ثابت السرعه كي اوف في. هنا يساوي لها هاي بوزيشن ماش بي البي شلون هنا باعتبار ماكو اس هنا اكو اس. طبعا اشاره راح نشوف هسه بالبارابوليك راح يصير عندك اس سكوير يساوي لها ثابت الاكسلريشن. هذا كونفنشن عادي ماكو اشكال. بس هنا عرفنا انه شنو ستدي ستيت ايرور للستيب انبوت شو يساوي؟ يساوي ار على 1 زائد كي بي. والكي بي شنو؟ هنا انا ليمت الجي ماشي ليمت الجي هو عند الاس يساوي صفر. طبعا هنا اكو ليمت بس هي ساقطه بالطباعه. وهنا انا الستدي ستيت ايرور للرام شو يساوي؟ ار على كي بي. والكي بي هي شنو؟ ليمت الاس في الجي اوف الاس. زين لو كان عندنا بارابوليك ستدي ستيت ايرور للبارابوليك انبوت. البارابوليك انبوت قلنا شنو؟ انه فد رقم مضروب في تي سكوير على 2. زين القانون مال ستدي ستيت ايرور شنو؟ يساوي الليمت الاس مضروبه في الانبوت على يمن على 1 زائد جي. عندي شنو كيوبيك باعتبار هاي شنو؟ تربيع باللابلاس راح يصير كيوبيك. كلها هنا رقم على كيوبيك. فعندنا هاي الاس تختصر راح تبقى عندي اس تربيع. فراح يصير عندي شنو ار على اس تربيع زائد اس تربيع في الجي. طبعا الاس تربيع ايش بيها؟ صفر. راح عندي شنو ليمت الاس تربيع في الجي. راح عندي ليمت الاس تربيع في الجي. فالار على ليمت الاس تربيع بمن؟ في الجي. هذا ايش يسوي له شنو؟ كي اي باعتبار كي اكسلريشن. فذلك اكو ستيدي ستيت ايرور المن للبارابوليك انبوت. شنو قانونه؟ هذا قانونه. طبعا احنا راح نشوف بالمستقبل انه شو وقت اكو ستيدي ستيت ايرور للبارابوليك انبوت او الستيب انبوت او الرامب انبوت بالاعتماد على النظام. يا نظام اكو عده يا اكو نظام ماكو عده. واضح؟ زين هنا خلينا نقول مثل الملخص يسوي له هذا بالستيب ايرور كونستانت. هذا طبعا شنو الكي يسوي له ستيب ايرور كونستانت او بوزيشن ايرور كي بي. القانون مالته شنو؟ الليمت جي اللي هو هذا احنا قلنا هو ليمت جي. زين الرامب ايرور كونستانت يسوي له فيلوسيتي ايرور كونستانت هذا كي في يسوي ليمت الاس في الجي. البارابوليك ايرور كونستانت او الاكسلريشن ايرور كونستانت شو يصير؟ شو يسوي؟ يسوي ليمت الاس سكوير مضروبة في الجي. واضح؟ then ايش بيه يعني representing the ability to reduce steady state error for different inputs. هسه راح نشوف شنو تأثيرهن وش وقت يساوي صفر وش وقت ما يساوي صفر steady state error.
هسه ذاك ذيك على حده ذاك الكلام اللي اخذناه على حده ونجي على جهه ناخذ شلون نعرف التايب اكو سهوله سيستم تايب نوع النظام. سيستم تايب از ديفايند از ذا اوردر او رقم شنو اوف ذا بول عدد البولز اوف جي عندما شنو الاس يساوي صفر. شنو هذا الكلام؟ هذا مثال. هذا نظام وين عندي بول يساوي صفر. طبعا هنا شنو هذا؟ هنا الجذور المعادله الفوق وجذور المعادله الجو. جذور المعادله الجو يساوي له بول. فهنا شنو وين اكو جذر عندما شنو اس يساوي صفر؟ فقط هذا. شوفوا هذا الاس، هذا الاس اذا لقيت تكون تلقى لي هنا اس وحده وحد هي، فعند هذا شنو هو اس يساوي صفر، لانه هذا شنو اس يساوي سالب واحد. هنا انا يكون تحللها كذا كذا. المهم انت شو تسوي؟ تباوع هاي الاس الوحد هي المفرده وتشوف اذا اكو اس وحده تقول يابا شنو هذا النظام التايب مالته من الواحد. واضح؟ اذا شفت اس سكوير تقول يابا هذا النظام شنو اثنين. اذا شفت اس اس ثلاثه تقول يابا هذا النظام مالته التايب مالته شنو ثلاث. اس اس عشره نظام مالته شنو عشره. واضح؟ بس الاس المفرده اللي هي بالمقام. اذا هنا مثلا خلينا نقول اس تربيع بين قوس مضروب اس زائد واحد ما لك دخل، انت اهم شيء عندك بهذا شنو الاس المفرده. فهذا تطلع لي التايب سيستم تايب. طبعا هسه ليش بدنا ناخذ تايب؟ هسه راويكم هاي الاس شلون راح تاثر على النظام. ليش؟ لانه هاي الاس دي تشوفون هنا احنا قبل شويه شغلنا اخذنا قوانين الكي بي والكي في والكي اي. فهاي الاس راح تختصر هنا احيانا لما نجيبها هنا أنا تختصر. فاذا كان هذا التايب الاول، خلينا نقول هذا التايب الاول اذا جبتها هنا مثلا هسه هنا الكي في هو مضروب الليمت مالته شنو باس، واذا ضربتها في هاي الجي فالاس ويا الاس تروح، وبذلك راح تصير عندك يطلع عندك رقم بالنسبه للكي في بالنسبه لمن للنظام الاولي، وبذلك شنو راح يطلع عندك ستدي ستيت ايرور، وبذلك ما راح يصفر. فالحالات اللي بيها ستدي ستيت ايرور ذني راح يحدد النظام، وذني اللي هو الكي بي والكي في والكي. ليش؟ لانه هذا الاس والاس تربيع والاس كيوب راح تشوفون شو راح تختصر ويا الاس تربيع والاس واللي هنا بدون اس حسب كل نظام ويا حسب كل كونستانت. هسه نشوف انا مسوي ملخص بعد شوي نشوف انه كلهن مرتبين وموضح. هنا احنا همنا كله انه شو وقت نحصل على زيرو ستدي ستيت ايرور. زيرو ستدي ستيت ايرور هنا اذا if the error constant is infinite we can achieve zero steady state error. هنا اذا عندنا هذا الايرور كونستانت صحوها ذني ايرور كونستانت شو وقت يصير انفينيتي. طبعا احنا شو وقت بده يقول احنا نحصل على زيرو ستدي ستيت ايرور اذا كان شنو ذني الكي بي والكي في والكي اي انفينيتي. طبعا ليش نرجع خطوه. هذا قانون منه قانون ستدي ستيت ايرور ذني قوانين ستدي ستيت ايرور. ستدي ستيت ايرور شو يساوي لي؟ يساوي فد رقم على شنو على هذا الايرور كونستانت. ستدي ستيت ايرور هنا شو يساوي رقم على شنو على هذا الايرور كونستانت. هنا همتني كذلك لكل انبوت هم يساوي فد رقم على الايرور كونستانت. هذني الايرور كونستانت اذا ساون انفينيتي اي قيمه مقسومه على انفينيتي تساوي لي شنو صفر. ولذلك انا همي شنو انه اهم شيء ذني طلع عندي انفينيتي على مود شنو على مود اطلع زيرو ايرور كونستانت. شو وقت ذني يصير انفينيتي حالات هذا الكي بي شو وقت يصير انفينيتي؟ عندما النظام يكون ات ليست اوف تايب 1. ليش؟ على الاقل تايب 1، لانه لو كان هذا تايب 0 ماكو هنا اس راح تطلع عندي رقم. لو كانت عندي اس هنا فليمت الاس تروح للصفر واكو اس بالمقام ايش بي راح يصير عندي صفر بالمقام. فصفر بالمقام شنو راح يطلع عندي انفينيتي. اذا طلع عندي انفينيتي ستيت ستيت ايرور ايش بي راح يطلع عندي راح يطلع عندي صفر لانه صفر رقم على انفينيتي. هاي بالنسبه للمن بالنسبه للكي بي. بالنسبه للرام اللي هو كي في هنا انا عندي شنو شو وقت اريد يصير انفينيتي؟ ات ليست لازم عندي شنو من الدرجه الثانيه. ليش؟ لانه هنا المفروض عندي شنو فد اس سكوير بالمقام على الاقل. طبعا